البارح تم يعني مناقشة التقرير الأدبي والمالي، نقاش مستفيض مع المؤتمرين الحاضرين من جميع فروع يعني المغرب. تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وتم تجديد في شخصي رئاسة النقابة لولاية أخرى. نتمنى أن نكون عند تطلعات الشغيلة الفنية من خلال الشعار اللي رفعه المؤتمر الوطني الرابع، تأهيل المهن الفنية من خلال تجويد العمل النقابي وتنزيل المنظومة القانونية. المؤتمر الوطني الرابع سيكون محطة اعتراف ووفاء لمجموعة من الرواد الذين أسسوا لهذه النقابة، وأنا كان لهم الفضل في تسطير هندسة هذه النقابة واستمراريتها في التواجد والاشتغال اليومي مع الشغيلة الفنية. كان مجموعة ديال الأسماء، هناك قيدوم المسرحيين المغاربة الحاج محمد خشلة اعتباره أحد المؤسسين للنقابة، والأستاذ الكاتب الباحث المسكيني الصغير، ثم تكريب تجارب اللي تتشتغل في المجال السينمائي والدراما بشكل عام، المبدع الكبير الطرقاوي عبد الكريم، ودريس شويكا المبدع دريس شويكا. كما سيكون لنا وقفة مع تجربة نسائية فريدة، تكريم تجربة نادي أقرواش. وأنا جد سعيدة اليوم تواجدي في المؤتمر الوطني الرابع للنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة التلفزيون والسينما والتلفزيون، وكنشكر المنظمين هذا المؤتمر لأنهم داروا واحد التفاتة جميلة في حقي، وجيت سعيدة بهذا التكريم وكنشكرهم وكنشكر المنظمين ديال هذا المؤتمر. فرحان وكنشكر بزاف النقابة ديال المسرحيين وشغيلي التلفزيون والسينما، وكنشكرهم بزاف لان تفكرون احنا باقيين حيين، لان مرات كيكرموا الناس اللي قربوا يموتوا احنا باقيين حيين وتفكرونا، لهم الشكر الجزيل والله يوفقهم وحنا معاهم اللي احتاجونا احنا موجودين. تكريم ديال نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون كان أفتخر به جيدا، لأنني مازال في قوايا العقلية وكيعترفوا بالمسيرة ديالي الفنية. وشكرا للمكتب الإداري والتنفيذي ديال هذه النقابة، شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.